اليوم القوات الأمنية كان شغلها الشاغل من 2004 خلينا نقول بعد تأسيس القوات الأمنية مباشرة، من 2004 لل 2018 انقاتل بس أرهاب، صح لو لا؟ طلعت لك مجاميع خارج عن القانون، طلعت لك قاعدة الإرهابي، داعش الإرهابي، هنالك قسم من المحافظات انهارت أمنيا، وبالتالي بعد استتباب الأمن وتعزيزه وطرد عصابات داعش الإرهابي احكي لي بدأ البناء من 2018 بدأ بناء قدرات عالية للقوات الأمنية بدرجة أكثر. القوات اللي طردت داعش قوات عراقية والكل يعرف، نعم، وبجهود مشتركة من قبل الجميع بس هي شنية بالتالي؟ هي عراقية. قوات عراقية من وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد العشائري وأبطالنا بالحشد الشعبي، هاي كل هاي الجهات ومساندة العشائر والمواطنين، نعم، هاي كلها سوت، هاي كلها ضربت داعش، التفت التفاف إيجابي نحو القوات الأمنية وطردنا الإرهاب، وبالتالي من طردنا الإرهاب وصلنا إلى مرحلة اليوم، المرحلة كالآتي اللي يريد يعرفها ويباوع عليها بنظرة حقيقية مو بنظرة ضيقة أو نظرة، مع احتراماتي لكل وسائل الإعلام، مو نظرة الإعلام الأصفر، النظرة الوطنية الحقيقية. نمزل قدمنا لك احنا المقدمة، قلنا لك احنا مع اي مبادرة الحصر. لا لا عفوا، بس عندنا استفهامات. اي لا لا دنبرأ نفسنا. اليوم الدولة تعمل باتجاهين، اتجاه تعزيز الامن والاستقرار واتجاه البناء. اليوم المواطن ارتاح، اليوم المواطن قام يصدق، خلنا نحكي بالمصطلح. اقول لك سابقا اقول لك شيء، المواطن كان ما عنده ثقه. اي خل اشهد لك انا، انا كلش قليل اشهد انا لله، واحكيها يعني اي جريمه دا تصير بالبلد، اي جريمه فقط ان لا تحمل تاويلات انها خلفها شخصيات سياسيه، واضح كلش. اي جريمه نشوف بصراحة يعني ما يطول أسبوع نلزم الجاني مهما تكون غامضة. والله 72 ساعة يعني، بس أنا دا أعطي أقوى سقف. أنا أقول لك يعني نشوف بعد فترة العثور و أنا رح أرجع لك على هذا الموضوع. لا أنا عندي قضية هسه بدي أسأل أنه المجتمع العراقي يرى حيازة السلاح واحدة من الكيانات من شخصيته من الكيان الاجتماعي، مو ضرورة أمنية. اكو احنا شطينا خط موازي، احنا شطينا عند احتعاق اي بس احنا شطينا للمواطن، اطيناه شيء قانوني سجل سلاح على راسي. هاي زين، اكو خط موازي من هاي الخطوط التي تعمل بها الاجهزه الامنيه اسمه او يحمل صبغه التثقيف ولكن بطريقه حديثه. ساعتك بيش هسه؟ ما البس ساعه، ابو ساعه شوفها ساعه بيه. 8:07:30 اي زين، انا شوف قاعد هنا اليوم. هذا برنامجك استاذ اياد. طبعا مشكورا جنابك الكريم، ومشكورة قناتنا الكريمه وكل القنوات الفضائيه. لا واجب هذا واجب. اذا اليوم احنا بدنا نشتغل بادوار، نعم، ومهام وواجبات. من انت اديت واجبك باتجاه المواطن، وانا اديت واجبي، رح يوصل هذا كلامي اليوم من خلال شتك المن رسالة اطمئنان للمواطن. نعم. يا اخي العزيز، اليوم وزارة الداخلية اعطتك حيازة السلاح قانونا، بس ادخل على بوابة اور وراح يجوك للبيت يسجلون سلاحك، خلاص على مود لا تدخل تحت طائلة القانون. بس ادخلوا على بوابة اور، منصة موجودة على التليفون اللي دائما، بدل ما تبوع لك كم ريلز هيك بالتيك توك وكذا، طب على منصه لا سجله السلاح. اي تفضل. موجود بالتيك توك هم منزل، بالتيك توك هم موجود، موجود لا مو بالفيسبوك، مو بالتيك توك، على اهتمامات يعني تعرف اكو يطلع لك، مو هو على الخوارزميات هذا. زين، اكو منصه اسمها اور، سجلوا بيها اسلحتكم، ترى اذا ما سجلت يوم مثل ما يقول سياده العميد باكر تصير حمله تفتيش، تصير جريمة ممكن بالمنطقة، يطبون يفتشون يقولون سلاح ترى صادروا، تعرض نفسك المسألة القانونية. واضح
وصلت. تفضل سيادة العميد.